بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المسافرين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يسرنا أن نزف إليكم خبر إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، حيث سيتم بناؤه بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير. سيسهم مطار أبها الدولي الجديد بتوفير خدمات سيابية للزوار والمسافرين، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية من 1.5 مليون مسافر إلى 13 مليون مسافر. مطار أبها الدولي الجديد، عراقة الماضي تسابق المستقبل. ألف مبروك لأهالي منطقة عسير. نشكر ولاة أمرنا على تطوير مطار أبها وافتتاح مطار أبها الجديد، والذي نأمل من الله أن يسهم في رقي المنطقة واستقبال أكبر أعداد ممكنة من الزوار. خبر جميل والله، أسعدنا جميعا، وخبر ننتظرناه من زمان، مدة طويلة والله. شكرا على هذا الإعلان الرائع الجميل وله غريبة على سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فهو عرب الرؤية. نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة إعلانه تنفيذ مطار أبها الدولي الجديد، واللي راح إن شاء الله يخدم منطقة عسير وأهالي منطقة عسير. 100.